يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عندما أعطاه المال فهو قد فضل على غيره، فكما أنه فضل في الدنيا فسيفضل في الآخرة. فالمقياس عندهم ما هو؟ المقياس هو مقدار المال، كم يملك من المال. الآن من الأعلم؟ الذي يملك الدولار الأكثر. من الأعلم؟ الذي يدفع أكثر. هذا هو المنهج الآن، المنهج الحوزوي في تحديد الأعلمية في الحوزة، هو يعتمد على ما يمتلك من مال، وما يعطي من مال يعتمد على ما يمتلك من سلطة والسطوة وقوة مقابل الآخرين، لا يعتمد على العلم، لا يوجد منهج علمي في التقييم، وإلا لما تسلط الجهال علينا في كل الحوزات. قد تسلط الجهال وأصحاب العلم معزولون مبعدون مقهورون مغلوب على أمرهم. فيقول هذا منهج قاروني في المفاضلة، منهج قارون في المفاضلة هي المفاضلة بالمال، المفاضلة بالزينة، المفاضلة بالواجهة، المفاضلة بالفضائيات والإعلام، المفاضلة بالعمالة للشرق والغرب، المفاضلة بتأمين عمل الحاكم والمتسلط والوزير ورئيس الوزراء والرئيس والبرلماني وكل السراط. يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال، ولئن شئت لتخرجن فلا تدعون علي ولا تدعون عليك.